مرحبا بكم في نشرة أخبار الكومبيس. من المقرر أن يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 71 المنعقدة حاليا في نيويورك قرارا يمنع استخدام أسلحة اليورانيوم. هذا القرار المرتجى يعود الفضل به إلى التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم الذي أوصله إلى الأمم المتحدة منذ عام 2007، وناقشته وأقرته اللجنة الأولى للجمعية العامة، لجنة نزع السلاح والأمن الدولي. ويواصل العلماء عملهم في الكشف عن المزيد من الحقائق والبراهين التي تدين هذه الأسلحة الفتاكة والتي تمتد تأثيراتها الإشعاعية إلى مساحات شاسعة، إضافة إلى تدمير السكان والطبيعة والبيئة، ويمتد ضررها إلى الأجيال القادمة. وافقت اللجنة العليا للمفوضية الأوروبية على تمديد ضوابط الرقابة على الحدود لمدة 3 أشهر أخرى في السويد والدنمارك والنرويج وألمانيا والنمسا، فيما رحب وزير الداخلية السويدي أندرش إنجمان بالموافقة، لكنه أوضح أنه ينتظر قرارا من الحكومة وحول ذلك. وجاء المقترح بعد ضغوط شديدة على اللجنة الأوروبية وخاصة من ألمانيا والدنمارك لإعطاء الضوء الأخضر لتمديد تلك الضوابط اعتبارا من الآن. وفي السويد لم تعلن الحكومة بعد عن قرارها فيما إذا كانت ستمتد تلك الإجراءات أم لا، إلا أن رئيس الحكومة ستيفان لوفين وعد وعند بدء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية داعش في الموصل قبل نحو 2 أسبوع كان قد حذر من أن أفواج جديدة من طالبي اللجوء العراقيين قد يتدفقون إلى السويد. التحذير الذي يرى فيه مراقبون أنه الخطوة الأولى في قرار الحكومة بتمديدها إجراءات الرقابة على الحدود والهويات. افتتحت السفارة القطرية في العاصمة السويدية ستوكهولم أبوابها لتلقي واجب العزاء في وفاة أمير دولة قطر الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. ويستقبل السفير القطري الشيخ حمد الخليفة وفود المعزين ابتداء من أمس وحتى يوم غد الخميس من الساعة 12 حتى 3 ظهرا في مقر السفارة الكائن داخل فندق شيراتون وسط ستوكهولم. أعلنت مصلحة الهجرة السويدية موقفها من قرار غلق عدد من الكامبات ونقل المقيمين فيها إلى أماكن جديدة تجنبا لتحمل التكاليف المالية للأماكن الفارغة المتوفرة في تلك المساكن بعد التراجع الحاد في أعداد طالبي اللجوء في السويد. وسيتم عرض مكان الإقامة الجديد على طالبي اللجوء من قبل مصلحة الهجرة واعتمادا على الأماكن الفارغة المتوفرة، لكن المرء ليس مجبرا بالطبع على قبول المكان المقترح من قبل المصلحة. وفي حال رفضه المكان الذي تختاره له مصلحة الهجرة سيكون حرا في ترتيب سكنه بنفسه بطريقة أخرى، سواء من الأهل والأقارب والأصدقاء. دعا حزب الوسط السويدي المعارض إلى زيادة المخصصات المالية التي كانت الحكومة قد اقترحتها في وقت سابق لتحسين وصيانة أنظمة السكك الحديدية خلال الأعوام 2018-2029. وقال المتحدث باسم السياسات البنية التحتية لحزب الوسط أندرش أوكيسون في بيان صحفي إن هناك حاجة كبيرة للقيام بعمل الصيانة، لذا يجب أن تكون المبالغ المخصصة لذلك كبيرة وقريبة التحقيق ضمن الخطة المقبلة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.